مسلسل قلب الأسد كتير حلو ومختلف، بس ما أظن أنهم هيعرضوه مدبلج عندنا عشان فكرته شوية غريبة ومختلفة. وأنتوا شو رأيكم، هيعرض على MBC بوليود؟ مسلسل قلب الأسد هو احتمال كبير رح ينعرض لأن الأبطال نجوم معروف، لأن أبطاله نجوم معروفين في الهند وكذلك في الوطن العربي. الفانس قوي جدا، وMBC بتعرض كل المسلسلات التي نجومها معروفين كالعادة. أما بالنسبة لفكرة الحمل في المسلسل يدي بيدك ومسلسل حبيبتي من تكون، كان فيه مسار عن تأجير الرحم، يعني في احتمال كبير رح ينعرض في العالم العربي. ما جديد أليشا بانوار مع مسلسلها الجديد؟ بعدما تم الإعلان عن أن الممثلة الهندية أليشا بانوار بطلة زي تي في عن مسلسلها الجديد، اتضح أنه تم استبدالها بآديتي شارما، والسبب هو أنه كان هناك خلاف بين أليشا بانوار وشركة الإنتاج ولذلك رفضت. حيث تم الإعلان عن آخر خبر، وهو أن كاران فير شارما سيلعب دور حيدر، وآديتيا شارما ستلعب دور دعاء في مسلسل إسلامي. هل صوت ميت الولد في مسلسل خفايا القلوب هو مثل صوت كاران روترا صحيح؟ ملاحظة جد جيدة. أحمد الحجازي هو مؤدي صوت شخصية ميت، وهو نفسه مؤدي صوت لشخصية كاران في مسلسل حياة قلبي على قناة زي ألوان. ما قصة مسلسل الهندي الإسلامي الجديد؟ مسلسل زي تي في الجديد بعنوان دعاء لله، من بطولة أديتي شارما وكاران فير شارما، ويدور العرض حول دعاء أديتي وحيدر كاران فير اللذان يعيشان في دلهي القديمة، وهي زوجة مثالية وزوجة ابن مثالية. تتمحور حياة دعاء حول زوجها وعائلته. ينهار العالم دعاء عندما يعترف حيدر بوقوعه في حب امرأة أخرى، ويسعى للحصول على إذن دعاء للزواج منها. أرجوكم، أنا كتير بحب قناتكم وبتابعكم من زمان، بليز خبروني شو نهاية مسلسل المحكوم. من عيوني حبيبتي. المسلسل المحكوم هو مسلسل تركي، وستكون نهايته جد مأساوية، حيث ستنتهي الأحداث بسجن باريش على كل جرائمه، وسجن النائب فيرات بتهمة القتل، قتل بوجي التي قتلها بدون قصد. وإن كنتم من عشاق دراما الهندية ومن متابعينها، فلا تنسوا انضمام إلى عائلتنا دراما هندي تجمعنا بالاشتراك في القناة، حتى تكونوا دائما من السباقين في معرفة آخر أخبار عالم بوليود. وشاركونا برأيكم وأسئلتكم المتميزة على الانستغرام دراما هندي. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن مسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.